بشرط إن تمسك بما أمرته به أش دخل الجنة. الله أكبر. سألني وأجبته إذا طبق هذا الشيء اللي قلت له إن تمسك الرجل، هذا الرجل اللي مشى، إن تمسك بما أمرته به أش دخل الجنة. لما تهوك يشك بالله أعود لله من حالي بلا ما تعيولو، بلا ما تصلاو عليه، بلا ما تقول له اللي وقع في الشيء ما زيد شكي وخا يكون بباطل. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا الصلاة. ما هالجماعة يا عباد الله، ماشي اللي يصلي وحده. وأقيموا الصلاة.
الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. مع جماعة المسلمين في المسجد، مع جماعة المسلمين ماشي وحدك، واركعوا مع الراكعين. يرحمن في الأرض يرحمكم في السماء، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منحوا القطرة من السماء وربها إليكم. يرحم إخوانكم بالزكوات والصدقات. وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصلوا إلى الصلاة. شهيد حيدر بن عزيز الذي رواه البخاري ومسلم إن تمسك بما أمرته به دخلت الجنة. بارك الله لي ولكم في كتاب السنة. الله ولي الصالحين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الرحم متعلقة بعرش الرحمن. لا إله عرش الرحمن فوق السماوات، الرحمن على العرش استوى، الرحيم متعلقة بعرش الرحمن متمسكة بالعرش. ايش كتقول؟ من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف من العشرة مشترين بالجنة، وكان من الأغنياء رضي الله عنه، وكان كثير الصدقة للفقراء والمساكين. الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله، نفعهم العيال. عبد الرحمن بن عوف كان من العشرة ومن سابق الأولين في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، الرحيم، أنا الله، يقول عليه الصلاة والسلام أنا الله في حديث القدسي، يعني حديث المسلمين وكلام الله، ولكن لا وكلام الله. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن، أنا الله. الله سبحانه، الله من أسمائه سبحانه وتعالى بالإسلام، وأنا الرحمن، الله من صحيح الرحمن. خلقت الرحم، من الذي خلق الرحم؟ وشقت الاسم من اسمي الرحمن، مشتقة من الرحيم، مشتقة من الرحمن. خلقت الرحم وشقت الاسم، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. فمن وصل رحمه أقاربه، أنا وصلهم لزارهم زورهم، ولو صلوا الرحم ولو بالسلام، صلوا الرحم ولو بالسلام. شيء إلى ما دينا لهم مش ما يعجبهمش الحال، ما يفرحوش بينا إلى آخره، ولو بالسلام. أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشقت الأسر من
صلاها وستوضا من قطع قطعته. اختم بها الحديث عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلوا الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. وحدوا ربكم يا عباد الله، الذي ينفع ويضر، الذي يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل. لا تعتمدوا على السحرة ولا على الشواذ ولا على العرافين ولا على سيدي فلان ولا كذا ولا كذا. اعتمدوا على الله، توكلوا على الله في جميع أموركم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا يدفع. ثلاثة لا يدخلون الجنة ولهم مدمن خمر. معنى مدمن خمر؟ يا سلام، يداوم على شرب الخمر غنيته. نشرب 30 سنة و40 سنة، هذاك الكتاب اللي تاب يقولها Thank you.
اجتمعت على ان ينفعوك اي شيء، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، ولو ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير العباد. سمع الدعاء وصلوا وسلموا على من زاده الله وشرفنا تعظيم الفقه. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرني مولانا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ملكنا محمد الأساس للخير والصلاح، وحقق على يديه نصرة الإسلام، اللهم أعزه بالإسلام وأعز الإسلام به، اللهم أحييه كل سنة وأتبعه كل بدعة، اللهم ارزقه بطرات صالح، اللهم ارزقه بطرات صالح تدل على الخير وتعينه عليه، انك على كل شيء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاش، واصلح لنا اخرتنا، واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير، واجعل الموت راحة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصلح ولنا ظاهرها وباطنها، واغفر ذنوبنا صغيرها وكبيرها، أمة نفوسنا أنت خير من زكاها أنت وليها، اللهم اصلح لنا، اللهم اصلح ما بقي من اعمارنا، اللهم اصلح ما بقي من اعمارنا، واغفر لنا ما مضى منها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب. اللهم انا نسالك حسن الختام، اللهم انا نسالك حسن الختام، اللهم انا نسالك حسن الختام، ونعوذ بك من سوء الختام، اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من وأموالنا وأهلينا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا جعلها في قلوبنا، اللهم اهدنا واهد بلادنا، اللهم اصلح شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعز الشرك والمشركين، اللهم انصر نصر الدين، وخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر دينك محمد وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، وقد ادينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، وقد ادينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، عملنا سوءا وظننا أنفسنا، اغفر لنا فإنه لا تغفر، إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.